السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هشوف ازاي نعمل جدول للماتيريال. لو احنا كده مكون فيو وروحنا للسكادول هنلاقي عندنا سكادول عادي وسكادول للماتيريال. طب سكادول عادي خلينا نختاره واقول له مثلا ان انا عايز الوول، تمام؟ ده السكادول العادي اهوت. الفيسز هنختارها، تمام اوكي. بيبدأ يقول لي بقى ايه الحاجات اللي انت هتختارها، مثلا فاميلي، وهكذا. لما تيجي تدور على ماتيريال مش هتلاقي الماتيريال، تمام اوكي. ظهر عندي فاميلي والكاونت والكوست، مفيش ماتيريال لان الحيطه بيبقى فيها اكتر من ماتيريال، ده الطبيعي بتاعها. طيب خلينا بقى نشوف ازاي نعمل جدول الماتيريال. فبقول له سكادول، بقول له ماتيريال تيك اوف، واقول له انا عايز اعمل ماتيريال للوولز، واقول له اوكي. فبيبدا يقول لي بقى ايه ايه الحاجات اللي انت عايزها، الماتيريال اريا، ادفنت، كومنت، كوست، الديسكريبشن. كل الحاجات خاصة بالماتيريال هتلاقيها موجودة هنا، وتقدر تنظمهم. تقول له مثلا انا عايزك ترتبهم لي بالماتيريال نيم مثلا، تمام. هو هيبدأ يشوف الحيطة فيها كام ماتيريال، وكل الماتيريال هيبدأ الحصر بتاعها، تمام. فممكن تقول له مثلا احصرهم لي بالنيم مثلا، تمام. وتشيل علامة اتمايز، اتمايز دي يعني هتبقى في كل واحدة لوحديها، تبايظ every instance. اقول له اوكي، هيبدأ يطلع لي جدول بالشكل دوت، الماتيريال اريا، الماتيريال اسبنت، الماتيريال كوست. طيب احنا ممكن نبدأ نعمل كوست، تمام. طيب ده ممكن نقول ان ده كوست مثلا للمتر مربع، اقدر اعمل معادلة، تمام اهيت، واقول له مثلا توتال كوست، توتال كوست. وممكن تعملها بالنمبر او تقول له بالعملة، تمام. وتقول له انا عايز تجيب لي الاريا في الكوست، تمام. وتحطهم في اقواس للتنظيم، بعد كده على واحد، وبعد كده هقول له اوكي، وبعد كده هقول له اوكي. هيبدأ يظهر لي الرقم اهوت. كل ما هتكتب الكوست قد ايه هيبدأ يحسبها ويديني التوتال كوست هيبقى قد ايه. مثلا لما هكتب 8 هيبدأ يشوف الاريا قد ايه ويضربها، وهكذا، تمام. الاتنين دول مثلا مفهومش حاجة، ممكن نشيلهم، تمام. لو انت مش عايز تكتب الموديل، مش عايز تكتب المارك، ممكن تحذفهم بحيث ان الجدول يبقى فيه بس المعلومات اللي انت محتاجها.